في 9 يناير كان الجمهور سعيدا للغاية عندما أكدت جيسو عودة فرقة بلاك بينك حين أعلنت أن بلاك بينك ستعود قريبا لصناعة الكثير من الذكريات الخاصة مع البلانك، لذلك يرجى الانتظار، أنا أحبكم. فوفقا لجيسو التي تلمح دائما لعودة الفرقة، من المحتمل أن تعود فتيات بلاك بينك بمشروع كبير حقا. فهناك شائعات أن مشروع بلاك بينك الكبير هو ألبوم كامل جديد والذي يضم المجموعة كاملة بجميع الفنانات المنفردات. كذلك سيكون هناك تعاون كبير لجيني وروزي مع فنانين من أمريكا، فعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد أي شيء إلا أن هذا الافتراض مؤكد بنسبة 100%، لأنه أولا وقبل كل شيء مر عام 1 و3 أشهر منذ آخر ظهور لمجموعة بلاك بينك، وبالتأكيد فإن محبي بلاك بينك يستحقون أكثر من ألبوم واحد أو ألبوم مصغر لتحملهم تلك الفترة. وما الذي سيكون أفضل من ألبوم كامل وجولة عالمية لفتيات واجي؟ علاوة على ذلك، في 9 يناير لاحظ مستخدمي الانترنت أن هناك الكثير من المحطات الأجنبية تشارك نفس المنشورات حول روزي، وقد فعلوا نفس الشيء مع جيني في 27 نوفمبر الماضي. إنه بالتأكيد تعاون مستقبلي مع روزي وجيني، لأنهم فعلوا نفس هذه الأشياء مع ليسا، وبعد 2 شهر تم إطلاق أغنية سكسي جيرل بالتعاون مع دي جي سنيك. وفي السابق أكدت وكالة ويزي أيضا أن جيني وروزي كانتا يعملان على موسيقى جديدة عندما ذهبوا إلى لوس أنجلوس سويا. ومع كل هذه الأخبار يحق للمعجبين انتظار مشروع كبير من قبل بلاك بينك. في أخبار أخرى، جيسو التي ظهرت للمرة الأولى كمغنية وراقصة في فرقة بلاك بينك عام 2016 تلقت حبا كبيرا لجمالها وجاذبيتها كأيدل. علاوة على ذلك، أثبتت جيسو أيضا مكانتها القوية كأيقونة أزياء عالمية من خلال العديد من الأنشطة في مجال الموضة، مثل اختيارها لتكون مصدر إلهام جديد للعلامة التجارية الفرنسية الفاخرة ديور. فقد احتل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديور عناوين الصحف والأخبار عندما عبر عن حبه لجيسو في عرض أزياء قائلا: إذا قامت وكالة ويجي بطرد جيسو اتصلي بي من فضلك رجاء، سأأخذها. كذلك تفاخر جيسو بجسدها المثالي من خلال التقاط الصور المختلفة عندما كشفت عن عضلات بطنها القوية عند ارتداء قمصان قصيرة. حصلت جيسو على لقب القيمة المطلقة للطبيعة، ففي مقابلة لها في الماضي قال جيسو بكل ثقة: أنا لا أعرف كيف، ولكن لدي عضلات بطن بشكل طبيعي، هذا عظيم جدا، من فضلك استمري في البقاء معي. فجيسو حقا تمتلك كل شيء. في أخبار أخرى، في 10 يناير أصدر مخطط جوان بيانات تخص إجمالي مبيعات الألبومات من يناير 2011 إلى نوفمبر 2021 بناء على المطربين والفرق التي ظهرت للمرة الأولى منذ 2011. وكانت الفرقة الأكثر مبيعا من الإناث هي توايس بأكثر من 7.2 مليون نسخة، وكانت الفرقة الأكثر مبيعا من الذكور هي بي تي إس، حيث باعت الفرقة أكثر من 32.7 مليون ألبوم. في أخبار أخرى، في 9 يناير على منصة وفق مجيم بتحميل صورة باللون الأبيض والأسود له وهو على مقعد كبير بينما كان يرتدي قبعة اعتاد ارتداؤها. عكست الصورة وفق جيم الصعبة على يديه، فقد أثارت قوة بنيته الأساسية الهائلة هذه مواقع التواصل الاجتماعي التي بدت وكأنه قلب العالم. تألق مظهر جيمن المتوازن وقوته بصورة كبيرة، مما جعل عضلات جسده بالكامل حديث الإنترنت على الرغم من أنها لم تكن ظاهرة بالصورة. وقد ترك المعجبون تعليقات مختلفة مثل: يا إلهي، هل قلب الصورة رأسا على عقب؟ أنت لطيف جدا، ما مدى قوة جيمن الأساسية؟ أنت مبدع جدا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.